أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعدي إلا المبشرات. قيل: ما هي رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. إن شاء الله حنكون معاكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وحنرد عليكم دايما بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الرؤية الصالحة. سيدنا عبد الله الأنصاري يرى أنه يؤذن، ثم تقدم وعلمه الإقامة، فلما استيقظ ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقدره العظيم، رأيت أنني أؤذن. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذهب إلى بلال فعلمه الآذان فهو أندى منك صوتا. يعني ماشي أي حد يأذن، لازم يبقى صوته جميل. أيوة، يقوم يذهب لسيدنا بلال ويعلمه الأذان، اللي هو 5 مرات في اليوم أذان و5 إقامة، ده كان برؤية. فلما سيدنا عمر بن الخطاب سمع سيدنا بلال يؤذن، فجاء بثوب يجتره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمر؟ قال: رأيت مثل ما رأى عبد الله الأنصاري. فقال: الحمد لله. ويرى سيدنا سعد بن أبي وقاص إسلامه كان برؤية، قال: رأيت أنني أتخبط في ظلمات 3 في بحر لجي، فأضاء لي قمر، فوجدت بجوار هذا القمر 3 نفر: سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا زيد بن حارثة، وسيدنا علي بن أبي طالب. يقول: فاستيقظت من نومي فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا، فذهبت إليه وأسلمت بين يديه، فما وجدت سبقني إلى هذا القمر إلا 3 نفر الذين رأيتهم في الرؤيا. كان إسلام سيدنا سعد برؤيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ستنا عائشة برؤيا. لما تزوج ستنا عائشة قال لها: أريتك مرتين يحملك الملك في طست من حرير. فقال لي: اكشف يا رسول الله. فكشفت فإذ به أنت يا عائشة. فقلت: إياك هذا من عند الله يقضي. كانت برؤية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه أهل مكة من مكة وقف على أطرافها وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الوطن من الإيمان، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول له الحق: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ويرجع مكة برؤية. عارفين إزاي؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والله أعلى وأعلم. نأخذ الأستاذ أماني معنا، تفضلي أستاذ أماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك، الحمد لله بخير. حضرتك، أنا مامتي كانت حلمة حلم، يعني فضلي. اللي هي كانت عاملة قرص سخنة يعني، وكانت مامة باباها هي متوفية، فهي كانت بتقول لها: دوق القرص اللي أنا عاملاها ده، سخنة وجميلة. فهي قعدت خدتها يعني وقعدت تاكل منها، تدوق منها. وأخوي عنده 2 قالت له: خذي حمزة دق من القرص ديت. يعني دوت أول حلم. تمام. تاني حلم بقى إن أخويا، إن هي وأخويا كانوا لو سمكة بتجري وراه. سمكة؟ والحلم بقى بيتردد تاني لتاني مرة يا أماني، واللي هما نزلوا من حتة عالية يا أماني. نعم. الاتنين رزق بس تابعيني. نعم تابعيني. تمام. القرص السخنة دي ده من ايه؟ ده من حب، من ذرة، من غلة؟ شوف ربنا قال في سورة ياسين ايه:
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وإذا أكل الميت ثواب يصل إليه وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به صدقة جارية ولد صالح يدعو له والطفل بشرى لأن الله قال فبشرناه بغلام حليم وقال فبشرناه بغلام عليم. طيب لما أشوف أن السمكة بتجري ورايا السمك رزق والمشي برضو اللي هو جري في الشارع ده رزق عارفين ليه؟ ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والسمك ده رزق ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ده رزق وسيدنا عيسى ما قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدة كان سمك مشوي وسيدنا موسى لما قالوا آتنا غداءنا كان دون الحوت المملح والآية بتاعته إن هو فتحت الحوت المملح ده حينزل في المية وربنا حيرد ليه الروح وحيحيا تاني واتخذ سبيله في البحر سربا دون كان مملح والآية اللي ربنا حيجعلها لسيدنا موسى اللي حيشوف فيها الخضر دون إن الحوت المملح ده حينزل في المية ده المكان اللي حتشوف في الخضر واتخذ سبيله في البحر سربا يبقى كان دون سمك يبقى رزق كل أنواع السمك رزق لأن ربنا قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها والله أعلى وأعلم. أستاذ بدر من الألوبية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ربنا سيدنا. يبارك فيك ويحفظك المسلمين أجمعين. الله يرضى عليك اللهم أمين. من فضل حضرتك لو تكرمت أنا عندي رؤية عاوز أقولها. تفضل. حضرتك انا شفت في المنام حضرتك ان انا بتكلم في حاجات بلاغيه في القران ومع شخص معينه انسانه معينه يعني دكتوره هي دكتوره يعني في الجامعه يعني دكتوره طبيبه دكتوره عالمه يعني فشفت ان انا بقعد اقول لها حاجات بلاغيه قوي في القران حاجات ايه بلاغيه حاجات بلاغيه فالمهم لما قلت لها كده واقتنعت قامت بشتني. طيب أستاذ بدر أنت من أهل القرآن؟ نعم. الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وربنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم ولما أشوف حد بأتحدث معاه في العلم ومن إعجاز القرآن إن ربنا ما بيصطفي أهل القرآن ده كلام ربنا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وما بعث الله نبيا إلا وأعطاه العلم ومن لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ده على سيدنا يوسف وعلى سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وربنا يقول لسيدنا النبي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما من باب التذكرة ده للعلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يبقى أنا ما أشوف إن أنا بأخرج البلاغة وربنا بيصطفيني إن أنا أتحدث عن كتاب الله ده اصطفاء لي وده رفعة ولما الست الدكتورة تقبلني هذه دنيا في طاعة الله لأنك تتحدث عن كتاب الله القرآن الكريم والله أعلى وأعلم. أستاذة هدى من كفر الشيخ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يبارك فيك بخير الحمد لله. الله يبارك لك. أنا معايا حلمين كده بعد إذن حضرتك. تفضلي يا فندم. الأول أنا بقرأ القرآن وبصلي وبدعي كتير وبستغفر كتير وكده بيني وبين ربي يا ربي دايما بالخير اللهم امين. ففي يوم قلت يا ربي وريني في منامي وريني في منامي انا متقبل مني دعائي وقرات قراني وختم قراني ولا ايه فلقيت ان انا ماشيه على بحر بس البحر ده عميق وواسع وكبير قوي ومعايا واحد والبحر فاضي انا ببص في اعرى البحر جامد كده
لقيت هو فاضي وناسف، لقيت سرب ميه جاي، ميه جايه لسه جايه كده ماشيه. فقلت له الله شوف ده الميه جت. فنزلنا مشينا في ارض زراعيه جافه برضه ناشفه جامد وفيها جذور حطب وناشفه. فانا ماشيه على القناية ناشفه، فببصيت لقيت برضه الميه جايه بالراحه كده وداخله على الاراضي. فقلت له حتى هنا برضه الميه جت، يا الفلاحين فين؟ يطلعوا يروقوا اراضيهم. وخدنا بعضينا ومشيت ورحت على شغلي، ودخلت الشغل بتاعي فلقيت اتنين زمايلي قاعدين، واحده اسمها هويده واحده اسمها ساميه. فبقول لهم لا انا ما جي انا جعانه هنزل اجيب سندوتشات اعمل حسابكم. قالوا لي لا تعالي انت ليكي مناب هنا. قلت لهم خير؟ قالوا لي فيه حد ساب لك هنا الاكل ده كلي مانجا. قلت لهم كل المانجا دي؟ مين اللي ساب لي المانجا دي؟ قالوا لي ده مصطفى، مصطفى بيعت لك المنابر هو ده المانجا دي خديها. خدت واحده يا دكتور وباكل فيها مانجا جميله وكبيره كده وحلوه، وقمت قايمه منه. خليكي معايا يا استاذه هدى. الحلم الثاني ولا لا في حد عندك حاجه ثانيه؟ اه طب افصل لك ده وتسمعيه الاول. طب ماشي اتفضل حضرتك. انت بتقري قران وده ذكر ربنا. إن نحن نزلنا الايه؟ الذكر. وإن له لحافظون، ده ذكر. سليم. وسيدنا النبي قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الايه؟ الحي والايه؟ والميت. وانت شفت الميه؟ الميه جايه كانت شفت الميه؟ ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. حي، فاللي انت بتعمليه ده ثواب ليكي ووصل وحسن حالك. طيب المانجا، المانجا دي نوع من الايه؟ من الفاكهة. ايوه. وربنا قال وفاكهة مما يتخيرون. يتخيرون. وقال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وقال يدعون فيها بفاكهة آمنين. ايوه. ماشي، فاكهة آمنين وفاكهة وشراب. وبعدين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. رزقة. ده أيوة. كان الفاكهة. يبقى إذن رزقي. أيوة دكتور. في ذكر لله الحمد لله. رزقي في طاعة ربنا. بختمه على طول والله يا دكتور، بختمه كل يوم. ده حسن حالك عنده. وانت عارفة قيام الليل يا أستاذة هدى؟ أيوة. إذا أيقظ الرجل أهله فصلى أو صليا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والصلاة ذكر. وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري. والله أعلى وأعلم. إيه تاني عندك؟ التاني انا تعبانه ورجلي وجعاني مش بمشي بقالي فتره، فروحت باخد علاج طبيعي وجلسات جيم. ابتديت كده يعني اخدت خطوات. فانا امبارح نمت برضو وطلبت من ربي ان يوريني هل انا يا ربي همشي او مش همشي. فلقيت في المنام يا دكتور ان انا في مكان عالي فوق وفي سلم خشب ولازم ننزل من على السلم الخشب ده. ففي واحدة نازلة قدامي وكتير في الكلام اسمها أنصاف بتتكلم كتير. ففي واحد تحت قال لها تسمحي تنزلي عشان ثانية أو عشان هو ده تنزل. فأنا بصيت كده قلت له هو عارف اسمي وعارفني؟ قالت لي تجنبت كده وأنا نزلت. أما نزلت لقيت بنوتة تحت قال عشان إحنا عاملين السلم حلو تاني. ببص لقيت السلم يا دكتور استلس وبنوتة واقفة وخدتني من ايدي ومشينا. بس مش عارفه رحت فين، قمت قايمه من النوم بس مشيت. طيب انا لما اشوف ان انا في مكان زي بيت مش كده؟ نعم. المكان اللي كنت فيه فوق في مكان عالي كده ونازله مثلا سلم خشب مش سلالم عاديه زي استاذه هدى. نعم. وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. انت خير المنزلين. استاذه هدى طفله. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور. ده هبة من ربنا يا أستاذة هدى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وزينتك جعلها الله في الطاعة. فأوصيك بكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيك بقراءة إن أعطيناك الكوثر زي ما سيدنا النبي عمل. قال لحبيبه سيدي أبو المواهب الشاذلي محمد أبو المواهب كان بيصلي على سيدنا النبي ألف بالليل وألف بالنهار. فسيدنا النبي قبله من فمه وقال أتقبلني من فمي يا رسول الله؟
كيف؟ قال كيف لا أقبل فمن يصلي علي ألفا بالليل وألفا بالنهار؟ وقال له أحسن حاجة تعملها إن وردك بالليل يكون إنا أعطيناك الكوثر، تكسري من كثرة الصلاة على سيدنا النبي، ودايما نكون حريصين على الطاعة. يومك في رحيل وأمسك لن يعود، وغدا إما تدركه بين الأحياء أو بين الأموات. انظر ماذا عددت في صحيفتك. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. سيدنا أبي بن كعب يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل جزءا من صلاتك علي من يومي؟ قال إن زدت فهو خير. قال أجعل نصف صلاتي عليك يا رسول الله. قال إن زدت فهو خير. قال أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله ولك. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. عندك هم أكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في شيء شغلك أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خايف من يوم القيامة؟ إن أنجاكم من أهوال يوم القيامة أكثركم علي صلاة. والله أعلم. أم عبد الرحمن من الشرقية تفضلي. أنا عندي حلم كده دايما بيتردد عليا. تفضلي يا فندم. اللي أنا حضرتك يا دوبك أخش أنام الاقي في زي ما تكون يعني انا كاني في اوضه ومسافه ما اخش الجو نور وكل حاجه، بس الاقي الجو ضلمه عليا فظيع وادني احسس واشوف انا عايزه اقول حاجه مش قادره، بس السبب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده باستمرار باستمرار لحد ما يزول عني. ده يا ام عبد الرحمن ايوه ده كابوس. ده ايه كابوس؟ ده بيجي لك في اول النوم كده يا مسافة ما أخش أنام. أول ما لحظات كده أيوه، إن أنت ما تلاقيش مش عارفة تتكلمي، بتندهي على حد ومش سامعك، بتطلع سامي في لسانك. طيب أنا يعني أعمل إيه؟ أنت منتظمة في الصلاة ولا لأ؟ الحمد لله. طيب يا رب دايما إزازة مسك كده من عند العطار أيوه بـ20 جنيه، إزازة مسك اللي هي الأحمر ده، وحمس في ودني كده اليمين وودني الشمال. طيب وحقول أذكار المساء إن أنا هقرأ الفاتحة وآية الكرسي، بس تقري كله والله أحد عشان الكابوس ده 11 مرة والزلزال 11 مرة. حضرتك في حاجة تانية عندك؟ الحلم التاني حضرتك اللي إن شاء الله بنتي دايما تشوفني اللي أنا والدة وتخش عليا و بديها بنت في ايديا وبتقول لي يا ماما هي ديت، بس قلت لها لا ديت دي ميته وانا هجيب لك واحده تانية، بس انا الحمد لله يعني يا استاذ الحمد لله استاذ ام عبد الرحمن ايوه ابشري دي استجابه الدعوه ليك. اللهم امين يا رب. لكن اجعليها دايما بين الصلاه على سيدنا النبي. عارفه ليه؟ لان كل الاعمال بين القبول والرد الا الصلاه على سيدنا النبي فانها لا ترد. فانت ما تحطي حاجه دعائك بين الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يقبل الصلاة الأولى والصلاة الثانية وأكرم أن يدع ما بينهما. الله أعلى وأعلم. إيه تاني عندك حضرتك؟ أنا عندي سلفتي حلمت اللي هي لابسة فستان أبيض جميل وأنا خشيت عليها فهو عجبني، فقالت لي هو أنت يا أم عبد الرحمن عايزة تروح الحج؟ قلت لها اللهم أمين يا رب أروح. فهي حلمت اللي انا فعلا رحت الحج وجيت حضرتك طيب فستان ابيض للست اللي لبس الساتر ده عليها ده ادراك امن وامان،
يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين لا يدرك أمن وأمان. طيب إما أشوف أن أنا رايح الحج وأذن في ربنا يوعدنا جميعا يا رب ويكتب لنا أن احنا ندخل بيت الله الحرام آلاف المرات ونرى التجمع فيه كما كان يأخذ بالمليون واحد. ده أول بيت وضع على الأرض الصلاة في المسجد الحرام ب100,000. فأنت ما تشوف أن أنت روحت الحج الله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم والله أعلم وأعلم. أستاذ عبد الله من القاهرة تفضل. دائما الإنسان ما ربنا بيمن عليه إنه يذهب إلى بيت الله الحرام ده استجابة الدعوة وإدراك منافع وتحقيق أماني. وهنا لينا وقفة مع الإمام الشافعي شاف في الرؤية إنه يطوف بالكعبة فقابل سيدنا علي بن أبي طالب فاحتضنه ونزع خاتمه من إصبعه ووضعه في إصبع الإمام الشافعي فلما قص رؤياه قال إدراك الأمن والأمان لأنك في بيت الله الحرام. وزينة الإمام علي كان في العلم الذي وهبه الله تكن لك نفس الرفعة ونفس الشهرة فكان كما رأى والله أعلى وأعلم. أستاذ عبد الله تفضل. أستاذ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور غسان؟ طيب ربي يبارك فيك الحمد لله بخير. بقول لحضرتك كنت في حلم وكنت راكب في حاجه كده ونزلت عشان ازقها لقيت في تعابين صفراء قرصتني وقمت صاحي بقى من النوم بس كان تعابين كتير يعني واقف على رجلي. استاذ عبد الله يا استاذ عبد الله. نعم سامعك يا دكتور. منتظم في الصلاه ولا لا؟ منتظم. طيب انت عارف مش يعني مش قوي. لا منتظم في الصلاه ولا لا؟ مش يعني مش منتظم قوي يعني. استاذ عبد الله. نعم. انت بتقول لي علشان اشخص لك الحاله بتاعتك علاجك في ايه؟ فانا مش بسالك كنوع من انا بسالك علشان خايف عليك. انت منتظم في الصلاه ولا لا؟ مش قوي. طيب انا منتظم في الصلاه. التعبان ده عدو قد يكون من الانس وقد يكون من الايه؟ الجن. من ليه؟ لأن سيدنا موسى لما رمى العصاية بتاعته القرآن قال إيه؟ فلما رآها تهتز كأنها إيه؟ جان. كأنها إيه؟ جان. طيب ولما حاجة تقرصني شوف ربنا قال إيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أحافظ يا أستاذ عبد الله على أذكار الصباح والإيه؟ المساء. وبعدين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طيب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالصلاة أعلى درجات الذكر لأن ربنا قال وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. يا أيها الذين آمنوا إذا نضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب أستاذ عبد الله. نعم. أنتظم في الصلاة لكن حضرتك عارف البلح العجوة ده اللي عند الفكهاني؟ سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في يومه. ممكن ان انا اجيب كيلو بلح واخد كل يوم سبع تمرات؟ ممكن. واحافظ على اذكار الصباح والمساء والله اعلى واعلم. عندك حاجة تانية؟ أم محمد من اسكندرية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور انا حلمت ان انا في الارض الزرع عندنا واصطدت بلسيتين كبار كده من الترعه وطلعت بيهم بره الزرع اخضر كبير ياما كده في الارض وحلم تاني من فضلك. انت شفتي ان انت في الارض الزرع الاخضر ده؟ انا سمكتين واقفين على شط الترعه نزلت مسكتهم طيب. طلعت بيهم لقيت الارض كلها واسعه كده وكلها زرع اخضر جميل. والحلم اللي بعد دكتور والدي متوفي حلمت في الحلم اللي هو جايب لي ثلاث شيل كبار مليانين سمك اخضر خليني كده مبطرخ حطهم لي برده على شط ارض والارض دي فيها زي زرع كله اخضر برسيم وعليه كده ميه شتا مرشوشه وحطهم لي على حرف الجنايه كلها ميه كده وخضره ورسمهم لي جنب بعض كده وقال لي كل دول ليك يا ام محمد. ايوه دكتور. السمك رزق. السمك ايه؟ رزق. والارض الخضره دي رزق برضه. لان الزرع ده ربنا قال وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضره والشيء الاخضر ده ايه؟ رزق. وآية لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ايه ياكلون. ده رزق. والسمك رزق. طيب ولما والدي بقى يديني الشيء للسمك ده انت عارفه ان ربنا سترك بدعائك لوالدك؟ الحمد لله انا بدعي له على طول وعايزه اشوف الزرع الاخضر ده. ان ربنا هيبارك في الذريه بتاعتك يا رب. طيب انا اكثر من الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ودائما طول ما انت قاعده خلي لسانك رطب بذكر الله على طول بقول حتى لو انا ماشي يقوم يا ام محمد. ايوه انت عايزه ابنك يبقى حاجه كبيره مش كده؟ ايوه الله ينور عليك صح. عايزه ابنك يبقى حاجه ايه؟ كبيره. دايما اسبح ربنا كتير. حاضر. عايزه ابنك يبقى في رفعه. ايوه اسبح ربنا كتير. هو سيدنا موسى ما طلب من ربنا طلب اخوه يبقى ايه؟ نبي زيه مش كده؟ عارفه طلب ده ليه؟ ايوه عشان يسبح ربنا. نعم. فربنا استجاب له وخلي اخوه برضه ايه؟ نبي. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اي قال قد اتيت سؤلك يا موسى. يعني ربنا جعل له اخوه نبي عشان يسبح ويذكر سلام. ربنا. فانت من نفسك ابنك يبقى دكتور يبقى مهندس يبقى عالم التسبيح وعلميه التسبيح يا ام محمد وعلميه كثره الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بعلمه وبوديه دار حفظ قران. نعم بعلمه الطلب ووديه حفظ قران ده ان شاء الله هو في ثاني اعداد هتبقى الثمره بتاعتك كويسه ومش تخافي عليه ده هيبقى حاجه كبيره طالما انت وهبتيه للقران القران هيحفظه. لكن لما والدك يجيب لك الحاجات دي اعرفي ان انت من الصالحات من الايه محمد ولد صالح يدعو له. عايز تعرف ان انت من الصالحين ولا لا؟ والدك ووالدتك بتدعي له ولا لا؟ ليه؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. ده الصلاح دي انتوا فاكرينها حاجه عاديه؟ شوف ربنا في بعد سيدنا الخليل ابراهيم: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. قال رب هب لي من الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تاخد درجة الصلاح بدعائك وبرك لوالدك والدتك. إن الرجل ليرتفع درجة في الجنة فيقول يا ربي بما هذه الدرجة؟ يقول باستغفار ولدك لك بدعاء ولدك لك. والله أعلى وأعلم. أم عبده من أين تفضلي؟ حضرتك أنا يا فندم دايما بحلم بجنيهات. أنا حاليا حامل وأمي الله يرحمها لها فترة متوفية فجاتني برضو تديني جنيه يا أم عبده وبلح. نعم يا فندم. ادات الجنيه وإيه؟ وبلح؟ أستاذ أم عبده من هنا من الصعيد صعيد مصر. عارفين يعني ايه صعيد مصر؟ القرآن نزل في السعودية لكنه قرأ في صعيد مصر.
عارفين صعيد مصر دي خرجت مين؟ الشيخ صديق المنشاوي، والد مين؟ أهرامات مصر، الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود صديق المنشاوي والشيخ صديق محمود المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ أحمد الرزيقي والشيخ أبو الوفا الصعيدي. القرآن نزل في السعودية لكنه قرأ في صعيد مصر. الشيخ صديق المنشاوي اللي خلف لنا الشيخ محمد صديق المنشاوي وخلف لنا الشيخ محمود صديق المنشاوي يرى رسول الله في الرؤية. ماذا قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا شيخ صديق، أنت أمين القرآن في الأرض. الشيخ محمد صديق المنشاوي يراه أحد أئمة الحرم، يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية يقول له: إن أشبه الناس بصوتي هو الشيخ محمد صديق المنشاوي. ده الصعيد، صعيد القرآن نزل في السعودية لكنه قرأ في صعيد مصر. إذا أردت أن تعرف من هم أهل الصعيد فاعلم أن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ذكرنا لكم نبذة واحدة عن أهرامات قلدها القرآن إلى قيام الساعة. والله أعلى وأعلم. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السابق للخلق نوره ورحمة العالمين ظهوره، عدد خلقه ورضا نفسه وإذنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما كان وعدد ما سيكون، وعدد الحركات والسكون في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله. اللهم آمين. أم عبده كانت بتقول إن هي شافت جنيهات وشافت بلح الورق الفلوس، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق، برزق منه. طب والبلح برضو رزق، عارفين ليه؟ ربنا قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. ده رزق يا أم عبده. والله أعلى وأعلم. أستاذ راجب من الأقصر اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحييك يا دكتور وبحيي فريق الإذاعة المحترم، خاصة الأستاذ اللي ردت عليه. ربي يبارك فيك، ده شرف لينا. بشكركم والله، بشكرات المحور والدكتور حسن راتب، بصراحة ربنا يبارك فيكم. ربنا يحفظك ويبارك فيك. يا دكتور أنا كنت أنت اتجوزت واحدة تانية. الزواج من الثانية؟ اتجوزت واحدة تانية. الزواج يا حاج رجب ده رزق. اتجوزت واحدة تانية. ده سعة في الرزق. وبعد كده جيت طبعا خلفت عيل منها. فجات المرة القديمة خطبت الواد وجريت به. جريت انا ما حصلتهاش بصراحة. وما عرفش بقى الحلم. عاد الله يبارك فيك يا دكتور. استاذ رجب. نعم. النكاح في الرؤية رزق. بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب الطفل بشرة وصلاح حال واستجابة دعوة، عارف ليه؟ نعم، لأن ربنا قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والله أعلى وأعلم. عندك حاجة تانية نسمعها منك؟ ربنا يبارك فيكم، مشكرين على المقدمة للصعيد يا دكتور. الله يبارك فيك يا دكتور. الصعيد يا حج رجب. يا حج رجب. نعم نعم يا دكتور. الصعيد ده اللي القيم والأخلاق طلعت منه. الله يبارك فيك يا دكتور. هل رأيت مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي؟ لا طبعا. رأيت مثل الشيخ محمود صديق المنشاوي؟ لا طبعا. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ نعم. الشيخ أحمد الرزيقي؟ نعم. الشيخ أبو الوفا الصعيدي؟ نعم. خرج الصعيد، القرآن نزل في السعودية لكنه قرأ في صعيد مصر. الله أكبر. وما الله تعلمنا أكبر. القيم والمبادئ
إلا من صعيد مصر الذي خرج أهل القرآن الذين اصطفاهم الحق، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ربنا ما بيصطفي أهل القرآن القلوب النقية، القلوب. حق رجب، نعم، انت تعرف ان سيدنا الشيخ صديق المنشاوي شاف سيدنا النبي في الرؤيا يقول، نعم، له: انت امين القرآن في الارض. الله اكبر. والشيخ محمد صديق المنشاوي يرى احد ائمة الحرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشبه الناس بصوتي محمد صديق المنشاوي. الله اكبر، الله اكبر. اذا كان الصعيد يخرج لنا أهل القرآن الذي خلدهم القرآن إلى قيام الساعة، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وإذاعة القرآن الكريم، ختمات على طول لسيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي، علم ينتفع به، بيت أصله الصديق الشيخ صديق المنشاوي يتفرع منه فروع لاصطفاء أهل القرآن. ده الصعيد، عايزين تعرفوا الصعيد، شوفوا الصعيد خرج من اصطفاهم الحق من قراء قرآن علموا العالم. القرآن نزل في السعودية لكنه قرأ في صعيد مصر. مسامي من اسكندرية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا دكتور، أنا حلمت خير إن شاء الله. تفضلي يا فندم، خير إن شاء الله. لا، أنا داخلة حتة ضيقة كده، لقيت نفسي في طرقة زي طرقة المدرسة الفصحى، وتلات عيال صغيرين من 7 سنين 6 سنين 5 سنين، والعيال دول سود سود خالص، يعني من السودان منين. فانا ماشيه ما كلمتهمش، هم انا ماشيه وراهم، اخش منين اطلع منين. نطوا من طاقه كبيره مدوره كده شباك، ونطوا نزلت. فانا قلت يا ربي هي دي، لو عديت منها في شارع. المهم عديت منها، لقيت نفسي في حته واسعه لا اجيب اولها ولا اخرها ان شاء الله. انا اروح فين؟ طب اركب فين؟ مش لاقيه ركوبه. لقيت عربيه بيجو 7 راكب وقفت لي، قعدت لقيت 2 ضباط جنبي من قوات المسلح، وقدام جنب السواق 2 ضباط من قوات المسلح، وانا قاعده جنب الشباك مزنوقه، بس لا بيكلموني ولا بكلمهم، ومشيت بيا العربيه. فتحت عيني على كده يا ام سامي. نعم، ده خروج من هم ومحنه كبيره ربنا صرفها أكبر عنك. ده ربنا صرفها ايه؟ صرفها عني. انا عايزك بقى تكسري من الصلاة على سيدنا النبي. لا، ده انا قيام الليل والوتر والفجر والصبح في ايدي بكلمك وهما بسبقات. يا رب يا ام سامي. لا، ده انا كنت زمان وانا صغيرة اسيق الجوامع. يا رب يبارك فيكي. لا، ادعيلي يشفيني بس. والله ربنا حيشفيكي بكسرة الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايزك تزودي منها على قد ما تقدري، وتقرأي إن أعطيناك الكوثر كل يوم 100 مرة قبل ما تنامي. وبصلي على رسول الله كل يوم 200 مرة صلى الله عليه وسلم. طيب هقولك على حاجة يا أم سامي، مش أنت بتصلي 200؟ طبعا. عارفة اللي يصلي 1000 إيه اللي يحصله؟ لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. الله أكبر. اللي يصلي قيام الليل، اللي يصلي على سيدنا النبي 1000 ألف. يعني أنت صليتي بالسبحة لفتين الأسبوع اللي فات. مش أنت خدتي بالسبحة لفتين؟ طب لما تاخديهم 10 لفات وانت قاعده. ماشي، اعمل انا ورايا ايه؟ اعمل يقوم ربنا. سيدنا النبي يقول لك ايه؟ حرم الله جسده على النار. الله اكبر، الله. طيب أكبر. وانا قاعده كده مش اخد لي بس. وانا صلاة. الحلم ده يعني ايه؟ كان ايه بالظبط الحلم ده؟ وان زوال هم كبير. وعندك الاطفال الثلاثه دول، استجابه الدعوات 3، لان الطفل هنا بشرى ربنا. قال: فبشرناه بغلام حليم. وقال: فبشرناه بغلام عليم. وخلي بالك، لان انت خرجتي من مكان ضيق لمكان واسع، ولقيت العربيه دي. ده حسن حال لك عند ربنا. طب العربيه ربنا قال ايه؟ لتركبوها وزينه. لتركبوها وايه؟ وزينه. وزينه. يبقى ادراك منافع
وزينة لك في طاعة ربنا يا رب. طيب يا رب. والضباط اللي هم من القوات المسلحة دون ادراك أمن وأمان ليكي يا رب، لأن عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله وعرف سيدنا النبي قال إيه عن الجندي المصري؟ قال إذا دخلتم مصر أو إذا فتح الله عليكم أن دخلتم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيرا الله فإنهم خيرة أجناد أهل الأرض الله وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. مصر أنا دلوقتي في ضيقة، قال الحلم ده هيفرج عليا يعني. ربنا فرج عنك بالرؤية دي يا رب يا رب والله يا رب. أعلى وأعلم. تفضلي أم طارق من المنوفية، تفضلي يا أم طارق. تتحدث ورأت أن زينتها بين ضباط القوات المسلحة، العيون الساهرة، العيون التي نكون نحن في أمن وأمان وهم أسد الحياة الشامقة يدافعون عن الوطن والعرض، وكثيرا ما يسبقوننا إلى الجنة بكثرة شهدائنا دفاعا عن الوطن وعن العرض، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. مصر هي بلد الأمن والأمان. الحق عندما تحدث عن بيت الله الحرام قال ومن دخله كان آمنا، فجعل الأمان قاصر على بيت الله الحرام. لكن عندما تحدث عن مصر ومكانة مصر وعظمة مصر فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمدين، ويفتخر فرعون ويقول أليس لي ملك مصر، وسيدنا يوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وسيدنا موسى يقوم ربنا يشرفه ويكلمه من مصر من سيناء من على جبل الطور، وكلم الله موسى تكليما، وسيدنا عيسى وسيدنا أمه كانوا برضو عندنا في مصر، وسيدنا إبراهيم الذي تزوج من أمنا هاجر التي أنجبت سيدنا إسماعيل أبو العرب، أمه مصرية، سيدنا إسماعيل اللي كان ابن الذبيحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا إسماعيل سيدنا عبد الله. شوف انظر وتهدى إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا ماريا القبطية كانت من مصر وتأتي له بالولد سيدنا إبراهيم، أمه مصرية ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها مصر وعظمة مصر ومكانة مصر. فإذا أردت أن تتحدث عن مصر فاعلم أن الحق قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر التي صدرت الإسلام حتى إلى البلد اللي نزل فيه الإسلام، كما قال شيخ الشعراوي العالم الفقيه الذي كان يمد من السماء، فلا نقول إلا خواطر الشيخ الشعراوي. مصر هي كرامة العرب، حافظوا على هذا الوطن الغالي والنفيس. اللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها ورئيسها، واجعل مصر في رباط وفي أمن وأمان إلى قيام الساعة. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.